الحقوا مصر هتفلس، الحقوا مصر بتبيع اصولها، الحقوا السيسي ضيع فلوس المصريين في مشاريع قومية ملهاش لازمة. هو السيسي عمل ايه غير شوية طرق وكبال؟ بيع يا عواد بيع. اكتر جملة بتسمعها مع كل صفقة جديدة بيتم فيها شراء حصة من شركة مصرية مملوكة للدولة. عشان كده هنجاوب النهاردة على الأسئلة الصعبة والحساسة وبكل شفافية وبالأرقام من المؤسسات الدولية قبل الأرقام المصرية. هل فعلا مصر بتبيع أصولها للأجانب والعرب علشان تسدد الديون؟ ما الذي يجبر الدولة المصرية على التفريط في شركاتها الحكومية؟ هل دخلنا مرحلة الاحتلال الاقتصادي بعدما فشل احتلالنا عسكريا؟ حقيقة بيع أصول مصر هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. تعالوا كده ناخد القصة واحدة واحدة. مصر علشان تفوق والبطالة تختفي والفقر ينتهي محتاجة حسب عدد سكانها خلق 1,000,000 وظيفة سنويا لمدة 10 سنين متصل، وهو ده الحل الوحيد اللي قاله الخبراء علشان نغتني كلنا، وهقولك ازاي كمان شوية. لكن نركز ازاي نخلق 1,000,000 وظيفة سنوية. الحكومة استحالة توظف عندها الرقم ده، هي عندها حوالي 5,000,000 موظف وبزيادة كمان، والقطاع الخاص المصري لوحده ما يقدرش يخلق العدد ده. صحيح الدولة عاملة مشاريع قومية مشغلة ناس كتير، ومعظمهم بالمناسبة قطاع خاص من الباطن، وده معناه ببساطة إنك محتاج الاستثمار خارجي أيا كان جنسيته علشان تقدر توفر 1,000,000 وظيفة سنوية. وهنا يجي أهمية الاستثمار الأجنبي، سواء بإنشاء شركات ومصانع جديدة أو الدخول في شراكة مع شركات موجودة بالفعل لزيادة رأس مالها وتوسيع أعمالها. عشان كده كل 1,000,000 دولار بيدخل البلد كاستثمار أجنبي أيا كان شكله بيوفر على الأقل 1,000 فرصة عمل جديدة، وبيضيف للدولة كل سنة ما لا يقل عن ربع المبلغ ده ضرائب وفواتير غاز وكهرباء ومية ورسوم. علشان كده الدول بتتنافس على الاستثمار الأجنبي، وأولهم الدول الأوروبية وأمريكا، لدرجة إنهم بيمارسوا ابتزاز سياسي على الخليج علشان يستثمروا عندهم، ونص لندن تقريبا مملوكة للأجانب. إذن بالورقة والقلم لا يمكن إننا نقضي على البطالة ونزود الإنتاج بدون استثمارات خارجية، ودي نقطة. النقطة التانية بقى نيجي لحكاية نغتني كلنا إزاي اللي عدت كده. لو فهمت الحتة اللي جاية دي تبقى أنت كده فهمت نص علوم الاقتصاد وفهمت إزاي بيشتغل، لأن الاقتصاد زي الموتور له طريقة عمل وديناميكية في التطور. لو سألتك إيه أكتر الدول من حيث غلاء المعيشة، يعني أسعار السكن والطاقة والغذاء الأعلى في العالم، هتلاقي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا. طيب الله، طب إزاي وهم شعب منتج وبيعتبروا أقوى اقتصادات في العالم ومع كده هم أغلى المجتمعات؟ طيب السؤال الثاني، هل تعلم أنه رغم موجة الغلاء الحالية تظل مصر هي من أرخص دول العالم في أسعار الطاقة والغذاء والسكن والمواصلات، ومع كده معظم الناس بتعاني وحاسين بصعوبة في المعيشة؟ المفارقة دي لو فهمتها هتبقى فهمت نص علوم الاقتصاد. الفكرة إن الدول الكبيرة الأسعار فيها عالية، لكن كمان متوسط دخول المرتبات مرتفع، يعني بالبلدي كده الرواتب عالية، علشان كده أهلها مش حاسين بصعوبة في المعيشة. وإن الدول الناشئة رغم رخص الأسعار مقارنة بالدول الكبيرة الناس حاسة بصعوبة في المعيشة علشان متوسط دخول الأفراد منخفض. تمام كده؟ ركز معايا بقى قوي في اللي جاي. إذن من المفارقة دي نعرف إن الحكم على وضع اقتصاد دولة أو رفاهية الشعب لا تقاس بأسعار المنتجات فيها، ولكن بتقاس بقيمة دخل الفرد أو متوسط دخول الأفراد. حلو كده؟ طيب إذن أنا ما يهمنيش ارتفاع الأسعار، أنا يهمني دخلي كام. ويبقى السؤال الأهم علشان الناس تشعر برفاهية مش إزاي الأسعار ترخص، ولكن إزاي متوسط دخول الأفراد يزيد. الأسعار كده كده كل ما الاقتصاد بيكبر وبيتطور بتزيد، وفي حاجة في علوم الاقتصاد اسمها معدل التضخم،
ولكن الأهم إنه يكون في زيادة في متوسط دخول الأفراد أسرع من معدلات التضخم الطبيعية. ويبقى كده السؤال المهم، إزاي دخول الناس تزيد؟ وركز معايا بقى قوي في النقطة اللي جاية دي. أعظم قانون اقتصادي في الكون، القانون الذي لم يتغير من الأزل إلى الأبد، هو قانون العرض والطلب. كل ما سلعة توفرت رخصت زي التراب، وكل ما سلعة ندرت غليت زي الألماس، وكذلك في الوظائف. عشان كده هتلاقي وظائف معينة رواتبها عالية جدا علشان اللي بيقوم بيها مش كتير، زي المبرمجين أو اللحام تحت الماء أو الطيارين، إنما الوظائف المتوفرة رخيصة. أنت لو مشيت بكرة من الشركة هيجيبوا غيرك 10. فكلما قلت فرص العمل أمام عمالة وفيرة قل سعرها، وكلما زادت فرص العمل أمام عمالة قليلة زاد سعر العمال. وهنا هتلاقي الشركات هي اللي بتخطف الموظفين من بعض وبيعملوا عليهم مزاد، فالمرتبات تزيد. ولأننا شعب كبير وعندنا وفرة في كل شيء، أصبحت الرواتب متدنية. وعلشان تظبط المعادلة دي اتحسب، احنا في مصر محتاجين خلق 1,000,000 وظيفة سنويا لمدة 10 سنين على الأقل وبشكل متواصل، علشان نوصل لتعادل فرص العمل مع القوى العاملة اللي في السوق. وهنا متوسط دخول الأفراد هيتضاعف بشكل مضطرد كل سنة، ونشعر كلنا بالرفاهية ويغتني الجميع. وهنا ممكن واحد قاري كلمتين في الاقتصاد يقول لي، يا أستاذ أحمد إزاي الكلام ده؟ لو المرتبات زادت والفلوس كترت في إيد الناس هيحصل تضخم، لأن القدرة الشرائية هتزيد والأسعار هتولع. هقول له الكلام ده مش صحيح. الكلام ده يحصل لو الرواتب زادت والإنتاج زي ما هو، إنما إحنا بنتكلم عن خلق 1,000,000 وظيفة سنويا، يعني مضاعفة الإنتاج والتصنيع والبناء والتجارة والتصدير. وهنا المرتبات هتكون سبب إنها تغني الناس من غير ما تسبب تضخم. وهنا نرجع لدور الاستثمار الأجنبي من تاني. الحكومة لا يمكن توفر أكتر من 100,000 وظيفة سنويا، ده إن وفرتهم أصلا. والقطاع الخاص حسب السنين اللي فاتت ممكن يوفر 300 أو 400,000 وظيفة جديدة بالعافية. يعني إحنا محتاجين حوالي 500,000 وظيفة جديدة من الاستثمار الأجنبي سنويا على الأقل. يعني علشان نفوق محتاجين بالحسابات 100 مليار دولار استثمار أجنبي سنويا. إحنا وصلنا ل 23 مليار وهو رقم قياسي بالنسبة للسنين اللي قبلها اللي كنا 5 و10 و13 مليار. يعني لسه الطريق طويل ومحتاجين أكتر. وأنا متأكد إنه زي ما دبي سوقت للإمارات وجذبت كل الشركات العالمية فيها، واثق إنه بعد افتتاح العاصمة الإدارية هنقدر نجذب الشركات العالمية كلها ونبقى مركز إفريقيا ليهم، ونقدر نوصل لرقم 100 مليار دولار سنويا. ساعتها هنقدر نخلق 1,000,000 وظيفة سنويا. ساعتها هيزيد الإنتاج ويتضاعف، ومعه التصدير ومتوسط دخول الأفراد، وحنشعر كلنا برفاهية المعيشة. عشان كده ما تشتركش في حملات مشبوهة هدفها الإساءة لسمعة مصر وضرب اقتصادها وقطع الأرزاق عن جهل. وكل ما تشوف مستثمر أجنبي أيا كان منين قول الحمد لله، اللهم بارك وزيد، وتابع كل شهر وصلنا لكام، وصلنا للرقم المطلوب اللي هو 100 مليار ولا لسه، لأن الفلوس دي هتدخل جيبك لا محالة بشكل أو بآخر. من سخرية القدر إن الإعلام المعادي ومدعي المعارضة والمفهومية دايماً بيفضحوا نفسهم بنفسهم. عاوز تشوف زيف تصريحاتهم، شوف تصريحاتهم نفسهم، ما تروحش في حتة تانية. هتكتشف بسهولة إنهم من جهلهم وسوء نواياهم بيشتموا في البلد على الشيء وعكسه. هجموا الحكومة والجيش لما البلد كانت بتغرق، واتدخل الجيش لعمل مشروعات مدنية، وقالوا لك الدولة بتنافس القطاع الخاص. وهم نفس الناس النهاردة لما الدولة بدأت تبيع حصص في الشركات دي أو تطرحها في البورصة، قالوا لك الحق الدولة بتبيع أصولها علشان بتفلس. قالوا لك النظام في مصر بيطفش الاستثمار الأجنبي والبيروقراطية المصرية طاردة للاستثمار. وهم اللي هجموا الدولة لما قامت بإجراءات لتسهيل الاستثمار الأجنبي زي صندوق قناة السويس والصناديق الأخرى، وقال لك الحق السيسي بيبيع مصر للأجانب وصناديق السيسي.
لما خبر ينزل إن في شركة بتقلص عدد موظفيها يبقى ترند، ولما بيتم الإعلان إن في 100 شركة جديدة دخلوا مصر هتوظف 100,000 واحد ما تسمع لهمش حس. لما سعر منتج يزيد 10% يبقى رايحة على فين يا بلد، ولما نفس السلع يقل سعرها 30 أو 40% لا تسمع لهم صوتا. لما السعودية تشتري ربع بورصة تركيا يبقى استثمار أجنبي، ولما شركة سعودية تشتري حصة في شركة مصرية يبقى بيع يا عواد. راجع قنواتهم وصفحاتهم هتكتشف بسهولة إزاي النغمة بتتغير مع كل إجراء حكومي، لأن الهدف مش مصلحتك ولا مصلحة البلد، الهدف هو إزاي يضغط على الدولة ويبتز الحكومة بغضبك. وحلمهم إنها تغرق بالناس كلها، والنغمة الجديدة مع كل دخول مستثمر أجنبي يقولك بيع يا عواد. لدرجة إنه لما تم الإعلان إن شركة قطرية بتتفاوض إنها تشتري هيلتون رمسيس المملوك أصلاً للمستثمرين أجانب قالك بيع يا عواد، لأن هما بيعتمدوا إن الشائعة بتنتشر، إنما التكذيب لا حد بينشره ولا حد بيعبره، ودي حقيقة للأسف. الخطورة هنا مش فيهم بقدر ما هي في الناس اللي بتردد الكلام ده وراهم عن جهل، لأننا ساعتها بنأذي نفسنا من غير ما نحس، بنخلق مناخ طارد للاستثمار، وبنصنع انطباع في مجتمع المستثمرين إن المصريين بيهدموا المستثمرين، فبدل ما يجوا مصر يروحوا دول تانية يفتحوا فيها مصانع ويكبروا فيها الشركات هناك بدل منا. تفتكروا ده في مصلحة مين؟ مين أول واحد هيخسر لو بقينا مجتمع طارد الاستثمار الأجنبي؟ لما الاستثمارات دي تقل وتقل معاها فرص العمل والعملة الصعبة وتزيد البطالة والفقر، مين اللي هيخسر؟ مش الحكومة ولا السيسي، انت اللي هتخسر. هتخسر شغلك ويقل رزقك ويضيع مستقبل عيالك. تفتكروا اللي بيحصل ده من نشر الشائعات دي لمصلحة مين؟ لمصلحة مصر والاقتصاد المصري وسمعته؟ ولا لمصلحة عدوه والمنافس ليك اللي مستني انك تقع علشان يلم كل ده من وراك؟ لما دولة زي أمريكا بتحب تعاقب دولة وتنهكها اقتصادياً بتعمل فيها ايه؟ بتعمل عليها حصار اقتصادي، يعني بتمنع المستثمرين بتوعها أو اللي تبع الدول التابعة ليها إنهم يستثمروا فيها، فبتنهك اقتصادها وبتدمره. إحنا ليه بنعمل عقوبات اقتصادية على بلدنا وعلى نفسنا؟ ليه بنأذي نفسنا باختيارنا؟ ليه بنسيء لسمعة بلدنا بدل ما نروج ليها ونسوق ليها ونظهر أجمل ما فيها؟ دايماً كانوا بيقولولنا إن رأس المال جبان. هل دي لو دولة هتفلس أو اقتصادها مهدد كنت هتلاقي كل الاستثمارات دي بتدخل البلد؟ انت تقلق بس لما تلاقي المستثمرين بيبيعوا نصيبهم في الشركات دي وبيخرجوا من مصر، وتبقى فاهم انهم لما سرحوا فصيل اما عميل او جاهل يقولك الدولة بتبيع اصولها. ده لان الاستثمارات دي كانت سبب في عدم توقف البناء والتعمير والتنمية وثورة التشغيل، فكان حائط صد امام انهيار مصر وسقوط رهانهم للمرة المئة. رهنوا على اضطرابات شعبية وفوضى من 2013 إلى اليوم ولم تحدث. رهنوا بعدها إن كورونا هتعمل أزمة أو تعمل ثورة وفشلوا. رهنوا على سقوط مصر في الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الأوكرانية، وسقط رهانهم في كل مرة بيسقط رهان المطاريد وأعداء الوطن، وبتتساقط كل تلك المؤامرات واحدة تلو الأخرى بفضل الشعب المصري الواعي اللي أثبت أنه عصي على لجان الإخوان ومطاردهم وغلمانهم في لندن ستان وغيرها. وبقت مصر بشهادة كل المؤسسات الدولية أكتر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وسبقت حتى الإمارات اللي فيها دبي والسعودية اللي هي دولة بترولية كبيرة. وده ما حصلش من فراغ، ولكن بعد جهود جبارة من أول خلق استقرار سياسي وسحق الإرهاب وعمل بنية تحتية من طرق وكباري ومدن جديدة مؤهلة لاستقبال كبار المؤسسات العالمية ووسائل مواصلات على أعلى مستوى بتربط مناطق الإنتاج ومناطق التصدير، بالإضافة لتطوير تاريخي للموانئ وتوفير الطاقة من بعد العجز. فما تجيش أنت بكوميكس ولا ببوست تهد كل ده. أنت سفير بلدك على السوشيال ميديا، أنت جندي مقاتل في معركة الوعي وعليك مسؤولية ودور. ممكن بوست
تكون شايفه تافه، تنشره يخوف مستثمر كان جاي يفتح مصنع، وممكن بوست تاني بيظهر إمكانيات بلدك يجذب مستثمر تاني ويفتح 1000 فرصة عمل. إحنا اللي بنحدد عاوزين نكون فين، مش الحكومة لوحدها. في النهاية ما تخليش حد يستغل ظروفك علشان يحسن هو ظروفه، ويحول بديهيات لأسئلة علشان يشككك في بلدك ويهدها وتحس بالدونية. مصر قوية وقادرة، وبعد الأزمة دي ما هتعدي، هنخرج منها أقوى من الأول. نادراً ما بدعوكم لنشر الحلقة، لكن الحلقة دي مهمة، إن كل واحد يبقى حافظ اللي فيها ويحصن نفسه واللي حواليه من ضلالات أهل الشر. اوعى تتكسف تدافع وتغير على بلدك. دافع عن بلدك بمنتهى القوة والشجاعة، فغيرك بيخونها بمنتهى الخسة والوقاحة. حفظ الله مصر وأعلى من شأنها كمان وكمان، وجعلها كما تستحق، أمة عظمى بين الأمم.